في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إعلامية تركية أن المدافع الدولي الجزائري كارل مجاني بات على بعد خطوة واحدة من ترسيم انتقاله إلى نادي طرابزونسبور التركي، فإن مصادر إعلامية أخرى أكدت أن كارل مجاني لن يكون الجزائري الوحيد في صفوف النادي التركي، وهذا في ظل إصرار الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيج على تدعيم صفوف تشكيلته بخدمات نجم النادي الإفريقي التونسي عبد المومن جابو. وذهبت المصادر التي ربطت مستقبل جابو بالنادي التركي إلى أبعد من ذلك حين أشارت إلى قيمة العرض المالي المزمع أن تقدمه إدارة طرابزون سبورت للظفر بخدمات اللاعب السابق لوفاق سطيف والمقدر ب 1.7 مليون يورو، وهي القيمة المالية المغرية التي قد تعجل بانتقال جابو الذي يرتبط بعقد مع النادي الإفريقي التونسي إلى غاية جوان 2015.